في الاقتصاد نرجعوا ليه، نقدروا نفشلوا في الزراعه نرجعوا ليها، لكن لما نفسد عقل تاع الطفل خلاص انتهى. كل مواطن يجب يمر على المنظومه التربويه، رئيس الجمهوريه والوزير والعامل والبطال، ما شاء الله المدرسه ما تكونش بطالين، بطالين تكون الناس يشتغلوا باش يرفعوا مستوى بلادهم. انا قلت باللي الموضوع الهام في هذا الملتقى وفي البلاد الان هي المنظومه التربويه. بالمنظومه التربويه تقدر تكون خروف، تقدر تكون خنزير، تقدر تكون اسد، تقدر تكون شجاع وجبان. ان شاء الله المنظومه التربويه في المستقبل القريب اذا كان رجعنا المدرسه على القضبان نتاعها فيه امل، وان شاء الله نوجدوا جيل جديد اللي في مطلع القرن المقبل نكونوا في الموعد باش نبنوا جزائر سعيده. شكرا للسيد ربح اسطنبول.